متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نفتحوا ملف تاع التاكسيات على مستوى مدينة الدار البيضاء، خاصة مع يعني تعيين الوالي الجديد محمد مهدية ولي لجهة الدار البيضاء 16. واش الوالي غيفتح الملف المثير للجدل؟ من أجل مناقشة القضية ديالنا نستضيف السي عبد الحق العبوقي، نائب الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وأيضا نستضيف السي محمد رقاني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للنقل. بداية سي عبد الحق، مرحبا بك. شكرا لك سي بوستا، ومن خلالك نحيي كل الإخوان ديالنا الصايرين على أنفاس بريس. شكرا سي محمد، مرحبا بك. شكرا أنفاس بريس على الاستضافة، وأهلا وسهلا سي عبد الحق. عادة الهيئات النقابية في تاع قطاع التاكسيات في الدار البيضاء تيشكوا بأن يعني تيكون الأبواب مغلقة، ما كاينش الحوار معهم، ما تيتحلش المشاكل ديالهم. واش تتمنى خير مع تعيين الوالي الجديد محمد مهدية باش يحل المشاكل تاع قطاع سيارات الأسرة؟ كنتمناو بصراحة هذا الوالي الجديد ياخذ بعين الاعتبار هذا القطاع ديال سيارات الأسرة، هذا القطاع الحيوي، وكذلك ما نساوش واحد الدوريات اللي كانوا جاو وما طبقوش الأرض الواقع، دورية 440-750. تمنوا أن هذه تكون فرصة للوالي الجديد باش يفسح واحد النقاش مع الهيئات الممثلة لقطاع سيارة الأجرة، لأن هذه سنوات وهو يعني وقف، كما نقول وقف هذا الملف، هذا الملف اللي كبير وملف اللي عنده علاقة طبعا بزاف ديال الأمور في مدينة في جهة الدار البيضاء 16، لا بالنسبة للأوراش الكبيرة ديال الناقل ولا، فهو خصو يكون في هذه المنظومة هذه، فهو مغيبينه كيعيطوا عليه ديما الإخبار ماشي الإشراك. سي محمد، اش تقول في هذه القضية؟ مشكور الأخ الكريم على السؤال، هو سؤال وجيه. بالنسبة للتعيين ديال الولي الجديد على هرم جهة الدار البيضاء 16، فكنتمناو أنه يكون تعيين لأهل مدينة الدار البيضاء وبالخصوص قطاع سيارة الأجرة، لأن هذا القطاع كنعرفوا في الفترة اللي كان فيها الولي السابق عرفت واحد الجمود، وكانت سكتة قلبية بالنسبة لقطاع سيارة الأجرة والملفات المطروحة على طاولة السيد الوالي المحترم السابق. فاحنا كيف ما عهدنا المهنيين وكيف ما كانت العلاقات ديالنا مع الإدارات السابقة وبالخصوص على رأس الولاية السيد الوالي السابق سفير، كانت عدة لقاءات وكانت لقاءات ماراثونية من أجل تأهيل قطاع سيارة الأجرة والرقي به. الوالي الأسبق. الأسبق، نعم، الوالي الأسبق، الوالي سفير. لكن للأسف الشديد لما تعين الوالي هذا الأخير كان جمود، وكنتمناو اليوم من السيد الوالي الجديد أنها تفتح أبواب ديال الحوار والنقاش من أجل تأهيل هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي، قطاع كي الشرايين ديال يعد من كقاطرة اقتصادية لمدينة الدار البيضاء، ومدينة الدار البيضاء هي مدينة اقتصادية، فلا بد خاصة تكون واحد النهضة بهذا القطاع كباقي القطاعات الأخرى. كنشوفوا مدينة الدار البيضاء كتمتاز بالترامواي والتيجي في، وهناك وسائل أخرى للنقل. تيجي في من مدينة الدار البيضاء طنجة كاين. وكنتمناو أن قطاع سيارة الأجرة واحدة بواحد الاهتمام من السيد الوالي الجديد. واخا شنو المطالب ديال المهنية تاع النقل على مستوى التاكسيات في الدار؟ حيت نسمعوا كاين مطالب، وشنو هي وكيلا بغينا نحددوا هذه المطالب؟ واحد خمسة المطالب ولا ستة المطالب اللي هي أساسية. من بين المطالب اللي كيطالبوا بها المهنيين هناك واحد عدة إكراهات. أولا نجيو لهاد المأدونيات اللي هي كانت يعني كتسبب واحد المشكل كبير في المنظومة ديال قطاع سيارة الأجرة. كذلك تأهيل الأسطول، العلاقة ما بين الكاري والمستغل وصاحب المأدونية، هناك ملفات متوقفة ولم تجد حلا على الإطلاق، وكاين المهنيين المستغلين اللي تشردوا يعني ما لقوش حلول الملفات ديالهم. فلهذا كانت وزارة الداخلية صدرت بعض المذكرات، مذكرة 444 والمذكرة 750 من أجل تأهيل قطاع سيارة الأجرة، ويعني وجات بتكريس المهنية. فما كانش حوار، والسيد الوزير كان واضح اللي رسل واحد المراسلة لجميع الولاة والعمال بجميع الجهات والأقاليم أنهم يدبروا الشأن
المحلي ديال هذا القطاع هذا، وكل عامل أولي حسب المتطلبات ديال الحالة الخاصة ديال كل عمالة أو إقليم أو جهة. فما كانش حوار نهائيا على الإطلاق. السيد الوالي السابق ما فتحش واحد باب ديال الحوار من أجل مناقشة المذكرات لا 444، رغم أنها جات فيها إيجابيات وفيها سلبيات. هذه المذكرات ما حافظتش، ما جاش في واحد الشق اللي كيحفظ الحقوق ديال المستغلين، بل جاءت من اجل ضرب القطاع. بعض يعني بعد البنود البنود فيه اللي جات ماشي في صالحها. انا نعطيك واحد الماده في المثال اللي جات في هذه المذكره هذه، كتقول لك سيدي خصو يكون عندك واحد رخصه ثقه وعقد او بيرميت كونفيونس باش انك ممكن تستافد من حق الاستغلال والبطاقه المهنيه، من حق الاستغلال ديال اعاده التفويض ديال هذه العقود هذه. فاحنا عندنا بعض المستغلين ما كيتوفروش على هذه البطاقه المهنيه والبيرميت كونفيونس، ف شنو المصير ديالهم؟ واخا واش بالنسبه لك سي عبد الحق، واش الوالي الجديد الا بغى يفتح الملف تاع الطاكسيات قادر يعني يحل هذه المشاكل تاع بحال المأدونيات، بحال العلاقه ما بين المستغل وصاحب المأدونيه؟ واش هي 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 مشاكل خصها تحلها الحكومه ولا الوالي والسلطات؟ طبعا الوالي عنده الصفه لانه يمثل صاحب الجلاله في جهه الدار البيضاء، والمفروض انه كما قال السي الركاني مشكور، المفروض هذه المذكرات يعني خصهم يتناقشوا مع المهنيين. يعني ما يمكنش تحط لي انا واحد بحال حاط لي قران منزل، تحط المذكره طبعا، ولكن نعطيو حنا بحال مثلا واحد البند كيقول ان المستغل الى دار مثلا العقد وفيه 12 سنه وتوفى بعد سنتين ولا ثلاث سنوات وليداته ما يستافدوش، هذا العبث هذا. يعني ما فاش في الاطار اللي قال السي عبد الحق، تكمله السي عبد الحق، بحال في المثال كيقولوا بان صاحب الاستغلال اللي توفى في المثال الاولاد ديالو ما كيستافدوش من هذاك، من حق يعني من هذاك الاستغلال ديالو. علاش؟ لان ما كيتوفروش على البطاقه المهنيه، وفي نفس الوقت كنلقاو بان صاحب المأدونيه ماشي مهني، صاحب المأدونيه ماشي مهني، دونك هذا الظرف في يعني صاحب المأدونيه غلقاو موظف، غلقاو كذا، غلقاو يعني عنده مأدونيه. يعني المستغل الا مات ولادو ما يستافدوش منهم، لان ما كيتوفروش على البطاقه المهنيه ورخصه التعليم. البعض يقول لك بان القضيه خلاف صاحب المأدونيه الا توفى كدوز يعني كيقلبوا شكون هو، يعني التركه ديالو كلها حتى تدوز ذوي الحقوق. وفي حين يعني هذا زعما هذا قرار مشحف حق المهنيين. ولكن هناك ما تيقول بان بحال الدوريه راه جات باش تنظم هذا القطاع اللي تيعرف الفوضى، يعني كل شيء تيقول لك القطاع سياره الاجراء سواء في الدار البيضاء ولا غير الدار البيضاء هو تيعيش حاله فوضى، حان الوقت من اجل تنظيم هذا القطاع. لا هنا ما كاينش هذا المصطلح ديال الحق اش يقول. هو بالنسبه للسي بوستا بالنسبه للفوضى ما كاينش هناك فوضى، كاين هناك يعني قرارات اللي كتنزل بحال الشتاء وما كتطبقش على الارض الواقع. وحتى المهنيين هاد الهيئات الممثله لقطاع سياره الاجره المفروض خص يكون تشبيب ديال المهنيين باش يكون الخلف، بحال كما قال السي محمد مشكور عن الاكراهات ديال مدينه الدار البيضاء، اكراهات كبيره. بحال دابا هضرنا مثلا على المحطات القاره، السيد الوالي السابق سفير كان جريء، كان قال ان غيكونوا محطات اللي فيهم شروط نموذجيه، اللي فيهم شروط ديال المواطن وديال البشر كاع، حنا كبشر تلقى فيها دوره المياه، مغفر الشرطه تلقى فيها، كان بالاضافه للستاسيون بيلود. يعني مثلا غادي في واحد الشارع ما يمكنش تنزل واحد الزبون وتطلعوا مثلا فوق الطريطوار قدام المحطه ديال الطوبيس قدام المحطه ديال الترام. هما دابا المشاريع الكبيره كدار في مجلس المدينه اللي كيوسع في هذه الامور، كيفوت الارض ديال جهه الدار البيضاء، ما خرجش بعين الاعتبار القطاع ديال سياره الاجره نهائي. كاين محطات اللي تبطروا دابا تعيدوا وكيصولوا ويجول، بالاضافه اللي هضرنا مثلا على الباسواي، هما قالوا ان غيكون بالضو، كنتفاجئوا كيجي بحالو بالمغرب. الطوبيس عادي السي الركاني فوضى في قطاع سياره غير في الاطار ديال الفوضى. هو ما كاينش فوضى، هو كاين عدم، ما كاينش اراده
إرادة ديال الإصلاح ماشي عند المهنيين، ما كاينش في الإدارة. الإدارة ما كاينش فيها واحد الإرادة وواحد الشجاعة أنها تخرج بواحد الإطار منظم يعني على أرض الواقع. تلقاو وثائق يعني مذكرات كتصدر، قرارات عملية كتصدر دون جدوى، لكن إذا كان تتبع من الإدارة وكان حوار جاد ومسؤول وحوارات ماراثونية لابد ما غاديش نمشيو في الإطار الصحيح ديال القطاع سيارات الأجرة. وحنا كمهنيين، حنا كمهنيين ممكن بعض الناس يقول الفوضى، الفوضى ان انسان مواطن عادي تيوقف في الطاكسي تيقول لي غادي نمشي لبلاصه، يقول لي لا ما بغيتش نتكا في البلاصه. هنا قرارات العامليه ممكن هنا هنا في هذه النقطه وهي خدمه عموميه. دابا الطاكسي راه خدمه عموميه، خدمه عموميه. انا نجاوبك على هذا. غياب ذاك المواطن، هذاك المواطن اللي ما كيطالبش بالحقوق ديالو. في المثال انا سائق سياره الاجره، وقفني زبون قال لي اديني ديك البلاصه، قلت لي لا انا عندي واحد الرقم تسلسلي. وكاينه لجان كتعقد على مستوى الادارات، يعني انا كمواطن الا مشيت ودرت الشكايه ديالي بانني راني وقفت الطاكسي اكس وما بغاش يديني الوجهه اللي فين انا غادي، راه كتخاذ في حقك عقوبات. ولكن واش تخاذ العقوبات؟ لا كتخاذ عقوبات لاني لا مشى المواطن وشكاو التشكيتي والمواطنين كلهم انهم يمشيو يشكيو من هذه الحالات. كاين قسم ديال الشكايات على مستوى الولايه او مستوى المكتب ديال التنقيط، وكتخاذ شكايات ديال المواطن بعين الاعتبار، وكتخاذ قرارات صارمه في حق هاد المخالفين. لكن كاين غياب حتى ديال المواطن ما كيطالبش بالحق ديالو. وانا من هذا المنبر هذا ومن هاد المحطه الاعلاميه كنناشد المواطنين مستعملي سيارات الاجره انهم يعاوا بهذه القضيه هذه، وانه راه مول الطاكسي مجبر انه يهزو الا ما عندوش حتى شي زبون. ولا وقف لك راه خصك تركب وما تقولش لي فين غادي، بل خصك تركب عاد تقول لي الوجهه فين. ولا رفض انه ما بغاش يديك لهذيك الوجهه، راه عنده واحد الرقم كتاخذ هذاك الرقم ديالو وتاخذ الساعه فاش كان خدام باش ما تظلمش السائق الثاني اللي كان خدام. لان حنا كنعرفوا دابا قطاع سيارات الاجره كيقدروا يكونوا جوج شيفورات، يقدروا يكونوا ثلاثه، فاش تكون الامور مضبوطه يعني قيد النمره والتوقيت. واحد المساله اخرى هي الهندام. انت تحس الطاكسي كاين واحد القرار العمالي اللي تفرض واحد الهندام على الاقل الهندام نظيف كذا. تنشوف بان بعض ماشي كلشي بعض اصحاب الطاكسيات متي يعني متي يراعيوش هذه المساله هذه. هو بالنسبه للهندام الحمد لله كاين واحد التغيير ملموس يعني ديال السائقين المهنيين خصوصا القطاع ديال سيارات الاجره بسين فيه الاول والثاني. يعني كاين كتشوف شي حاجه ملموسه. يعني كاين الناس اللي بغض النظر هذوك الناس اللي كيلبس كلاكيطه وسورفات وهادي خصهاش دار كاع كما قال. نرجعوا للموضوع ديال التنظيم ويعني كيفاش الرؤيه، كيفاش الفيزيون، كيفاش يبان لينا احنا القطاع ديال سيارة الأجرة. لا لا هو المرونه تاع المجتمع دابا سيارة الأجرة نجوا للمطار محمد الخامس راه هو لا نلقاوها هذه باش منزحال الوقت باش نفكروا حنا كنا كمهنيين مجلس المدينه الولايه في شخص الوالي الداخليه في هاد كل هاد المؤسسات التفكير في واحد القانون منظم المينا يكون متطور باش نواكبوا العصر. ما يمكنش حنا في 2023 وباقا مثلا كتنظمنا قرارات بلديه ديال 63 او الظاهر ديال 63 المفروض يتعدل. يعني هذه فرصه طبعا ماشي قرعه منذ سنوات ثم تطالبوا بالقرار. علاش لا؟ علاش ما يدار قانون منظم نشاركوا فيه كنا المجتمع المدني الجمعيات الزبناء حتى هما ويدار واحد الدليل للسائق ديال السائق العلاقه بين الزبون والسائق ارجاع الثقه بين الزبون والسائق بين السائق وزميله السائق. يعني هذه كل امور اللي خصنا نفكروا فيها حنا كنا. ما يمكنش حنا في 2023 ومقبلين الى 2030 ديال كاس العالم وديال الكؤوس الافريقيه خصنا نكونوا في المستوى يعني المستوى المطلوب المستوى العالي يعني باش نفكروا في واخا سي عبد الرحمن في اطار التنظيم. هذا جا واحد الشباك اللي في يدير ربما في المطارات تاع المغرب اللي تاع يعني ينظم العلاقه ما بين الزبون وبعض النقابات يعني تتنتفض ضد هذا الشباك هذا علم ان تيدخل توا في اطار التنظيم هذه العلاقه هذه. هذا الموضوع ديال مطار محمد الخامس هو موضوع شائك، ومطار محمد الخامس هو واحد النقطه حدوديه ديال البلاد ديالنا، وما كاينش اللي ما كيبغيش انه يكون القطاع ديال سيارات الاجره بحكم حنا كممثلين ديال القطاع ما بغيناش القطاع انه يكون في واحد الحله جديده ويكون بواحد المواصفات، بغيناه يكون في حله جديده. هنا وللاشاره حنا واخدين واحد الحراك ضد هذه الشركه،
وغادي نقول في البدايه وغنقولها في اخر ان شاء الله ملي نبغيو نختموا هذه الحلقه، حنا مع الاصلاح وباغي الاصلاح، ولكن بالتصور ديال العقليه ديال المهني، ما تكونش تسلط على المهني وتنزل عليه قرارات دون اشراك المهني. فلهذا حنا كمهنيين في قطاع سياره الاجره مطار محمد الخامس كنطمحوا وعندنا تصور وعندنا رؤيه باش ان هذا القطاع ديال سياره الاجره في مطار محمد الخامس يكون المراه الحقيقيه للبلد، المراه الحقيقيه للبلد. احنا كمهنيين عندنا تصور، حطينا واحد البرنامج ديال قطاع سياره الاجره في مطار محمد الخامس كينطلق من الباركينغ في كوف السيارات، المرآب ديال السيارات، حتى المحطة ديال الخروج رقم واحد ورقم اثنين. يعني تفاعلوا معكم في هذا كان واحد الحوار مع السيد مدير المكتب الوطني للمطار، وحطينا ليه البروجي وحطينا ليه التصور ديالنا وخدا بعين الاعتبار وعدنا لاكيزي ديالو، وكان نقاش في هذا الموضوع هذا وبناء عاوتاني غادي نرجع للتوصيات ديال الوزارة الداخلية. الوزارة الداخلية كتقول في المذكرات ديالها بأن هاد المهنيين خاصهم ينخرطوا في واحد الإطار قانوني اللي هو إما شركة أو تعاونيات. فكان التصور ديالنا أننا نمشيو حنا في هاد الإطار ديال اللي جات به هاد المذكرتين هذه، ونمشيو في هاد الإطار ديال التعاونيات أو الشركات، لأن اليوم اللي بغيتي تدخل في واحد المجال ديال الإصلاح خاصك تكون عندك مؤهل. إطار قانوني وتكون مؤهل، لأن حنا كنخدموا في واحد النقطة اللي هي فيها استثمار بمعنى الكلمة، كاين استثمار تما كاين. المكتب الوطني للمطار ركز على هذا الجانب ديال الاستثمار، ركز عليه. ملي كنا فاتحين مع حوار حول تأهيل قطاع سيارة الأجرة ومشينا ان خدينا البلاتفورم من قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة ديال النواصر، وتوجهت هذا عبد ربي، توجهت لجامعة النواصر القسم التخطيط باش يديروا لي واحد الدراسة ديال هذاك المرفق ديال سيارة الأجرة. وبالفعل رئيس المصلحة كان عنده تواصل مع رئيسة القسم وعطونا واحد المسؤول على يعني اللي كيشرف على هاد المسألة ديال التصاميم وكذا، وجمع حتى لهي المكان ودار واحد التصميم للمحطة، محطة نموذجية بالمواصفات ديالها. خرجوا المحطة النموذجية قضية الشباك، الشباك السي عبد الحق علاش هما رافضين القضية تاع الشباك؟ الشباك هو بالنسبة للشباك اولا كاين ثلاثه الحويجات، كاين الاولى وهي القانون المنظم للنقل 1963 يمنع الوسيط بين الزبون والسائق. يعني هذه الفقره هذه اجي نجلسوا كما قلنا ونعدلوها، ما يمكنش مستحيل ان نخدموا مع شي حد يتوسط لنا، ما يمكنش تعطيني انا كاغط ورقه نديرها في جيبي وانت دير الفلوس، هو يمنع القانون يمنع. انا ندور معايا القانون، حنا ننزل القانون. النقطه الثانيه وهي كما قال سرقاني مشكور بالنسبه للباركينغ المرآب، ولا لا بغينا نبداو اي دار بغينا نبنيوها غنبنيو الساس وغنطلعوا، راه ما غنطلعوش السطح هو الاول، واش غنجيو غنلقاو السطح. دونك حنا خاص المحطه تقاد بعد هي الاولى يكون فيها التبليط ديالها والتسقيف ديالها، يكون فيها المقهى في المستوى، هو يكون فيها الا سمحتي استاذي يكون فيها قسم، يكون فيها واحد البلاصه فين نتعلموا اللغات، حنا مقبلين على يكون فيها بلاصه فين يديروا اجتماعات السائقين. هذه كلها امور. النقطه الثالثه وهي هذا الشباك اللي بغى يكون في مدينه الدار البيضاء عنده مشاكل اللي هي كبيره وعويصه في مدينه مراكش. كيفاش انت عندك مشاكل اللي ما حليتيهاش مع الناس ديال مراكش، الناس سندد وكاينه احتقان وكاين بزاف ديال الامور في مراكش، وجاي باغي تحط الريحه في مدينه الدار البيضاء. اذا هذا غير مقبول، غير مقبول هذه المساله هذه. باش نختموا السي لا بقى واحد الكلمه الله يستر عليك باش نوضحوا مزيان القضيه ديال حنا ما رافضينش الشباك، حنا مع الشباك ولكن شريطته انه حنا عندنا قانون منظم لقطاع سياره الاجره اللي هو الظاهر 260/63 اللي كيمنع الوساطه والشباك. هاد الشركه اللي تمنحت لي هاد الرخصه ديال السهر على تنظيم هاد الشباك هذا هي جات عندها واحد سيت ويب، كتشتغل بسيت ويب، يعني خاص الزبون ملي كيجي خاصو يدوز على داك السيت ويب وعاد باش يجي لعندك. وهاد الشركه هي كتخلص كيف يعقل انني انا عندي مقاوله صغرى
يعني كان واحد الكلل وتعبت باش حصلت على واحد الرخصه اللي خديتها بواحد مبلغ خيالي نقدروا في 30 مليون 300000 درهم، وشريت سياره بواحد 40 مليون، وغادي يجي واحد عنده بي سي وغادي يجي غادي يلقى شركه جاهزه في 400 سياره اجره. يعني انتم رافضين الفكره هذه؟ رافضين الفكره ديال الوسيط. الوسيط والسيت رافضينه جمله وتفصيله. واش الفكره اللي تقترحوا؟ يعطينا ورقه ونتخلص انا. احنا الفكره اللي احنا اللي كنقترحوا هو انه يكون تسيير بدون بدون وسيط التسيير. في كلمتين كيفاش تتصوروا المحطه تاع مطار محمد الخامس، خاصه ان احنا مقبلين على كاس افريقيا وكاس العالم والناس غيبداو يتفاوضوا من مطار محمد الخامس، يعني المحطه خاصها تكون نموذجيه. ايوا خاصها تكون واحد. احنا مادين يدينا ومستعدين ان نشاركوا في الاصلاح وفي تطوير المحطه ديال مطار محمد الخامس والطاكسي وتاهيل العنصر البشري اللي هو الحلقه الاساسيه في هذا العنصر البشري. غنوجدوا محطه كذا ولكن العنصر البشري تيخص يكون مؤهل. طبعا خص يكون مؤهل، وكما قال صاحب الجلاله النصر والله انك يشجع المقاولات الصغرى والمتوسطه. فينا هذا الكلام ديال صاحب جاد؟ دونك خصنا نحترموا واحد الامور اللي هي مضبوطه. والاخ كريم ما كانش اشتراك ديال الهيئات المهنيه في اتخاذ هذا القرار، بعدا كان اقصاء، كان اقصاء المهنيين الممثلين ديال المهنيين بصفه يعني بصفه نهائيه، وما تشاركناش في هذا الموضوع واتخذت قرارات انفراديه، ولهذا احنا كنطالبوا باشتراك المهنيين في اتخاذ هذا القرار. سرقاني، شكرا جزيلا على قبول الدعوه سي عبد الحق مره اخرى. شكرا جزيلا على قبول الدعوه وتتبعي قناه انفاس بريس. الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله من برنامج كازا سيتي.